تعرفنا عليها من البارح من الاجتماع الاولاني، وشرحنا لجنة على اهم نقطة واللي تعتبر يعني تتكتب في تاريخ هذه اللجنة حقها، انها حققت شيء كل أندية مصر كانت بتتبناه من سنين طويلة، وهو روابط الأندية، مش روابط الأندية كمان للدوري الممتاز بس، روابط الأندية لجميع الدرجات، بحيث ان النهارده كل درجة بالدرجات تبقى عندها الرابطة بتاعتها تسعى إلى إنها تنمي مواردها، لها ميزانية مخصوصة بالاتحاد، تبدع وتطلع أفكار كتيرة جدا عشان تنمي مواردها، وده اللي بيحصل زي ما احنا عارفين كلنا في الليجا الإسبانية وكل الدول الكبيرة عندها اللي هي ناقش الأعضاء ناقشوهم في مسألة، هما كان في بندين دايما لكل الناس تتكلم فيهم، البند الخاص ب 8 سنوات والبند الخاص ب التضارب المصالح، هو صنعوا كلهم بوجه نظر الاعضاء بان ده يجوز التكنيك اللي هو الحد الادنى الاقصى 70 سنه، فطبعا الناس معظمها اعترضوا عليها، وقال هو نفسه الاستاذ عمرو زي ما قال امبارح قال لا معاك حق وجهه نظر صح 100%، ولا هيبقى بالنسبه للحد الادنى 30 لكن الحد الاقصى مفتوح. غير كده هو دخلنا بعد كده في الموضوع اللي هو بيجري الناس كلها اللي هو المسابقات، كان عرض فكره ان هو ايه الوضع بالنسبه للمسابقات طبقا للبيان اللي صدر عن مجلس الوزراء وزير النشر زمان انزل ايده سيد وزير الاعلام، اول حاجه استوضحنا منه عن رغبه الدوله، هل رغبه الدوله اللي احنا كلنا عايزينها اللي هي استعاده النشاط ولا كره القدم؟ فطبعا اكد الاستاذ عمرو الجنايني ان هو دور مجلس الوزراء ان هم اكدوا علينا ان النشاط كله بيعود ومنهم طبعا كره القدم. فكانت النقطه الثانيه اللي انتقلنا قلنا ان احنا جميع الانديه حققت البيان ولو في اسئله خاصه بعدين تتكلم. اجتمعت لجنه الانديه المجموعه السنيه لدوري القسم الثاني مع اعضاء اللجنه الخماسيه بالاتحاد المصري لكره القدم لمناقشه تعديل اللائحه الخاصه بالاتحاد، كذلك مناقشه اقتراحات استكمال ابداء المسابقه. قال السيد عمرو الجنايني رئيس اللجنه باستعراض وجهه نظر اللجنه من خلال رؤيه الدوله ووزاره الشباب والرياضه الخاصه باستئناف النشاط الرياضي، وتناول رئيس اللجنه اقتراحات تعديل لائحه الاتحاد اللائحه الاساسيه وموقف مسابقات القسم الثاني، طلبت انديه المجموعه الثانيه للقسم الثاني خلال اجتماع بضروره عدم استكمال الدوري المتوقع بسبب فيروس كورونا وضروره التفرقه بين التاكيد على عوده نشاط كره القدم وبين استكمال المتوقف حاليا، استكمال الدوري المتوقف حاليا. اتفقت الانديه على الاتي: استكمال المسابقه يشوب العديد من الصعوبات والتي يستحيل معها استكمال الدوري المتوقف، وقد يعرض منافسات المجموعه الموسم القادم لمخاطر كثيره من وجهه نظر الانديه. الانديه الحاضره اثبتت موقفها ومنحت اللجنه مهله للعرض على الجهات المختصه واستكمال المناقشات مع باقي الانديه، وهي الغاء الدوري المتوقف ووضع حلول جديده تحقق رغبه الدوله في استئناف الانشطه وتعفي الانديه من كل المعوقات التي طرحتها لاستئناف المسابقه. وطالبت الانديه الحاضره بضروره ان تعرض اللجنه المؤقته القرار على الانديه لمناقشتها قبل صدور القرار، يعني لازم قبل ما يصدر القرار لابد هيختبرنا كانديه في ايه هي القرارات، القرارات مش هتتم الا بموافقه اعضاء الجمعيه العموميه لان هو ده حق اصيل طبقا لتعليمات الفيفا. وهنا بحب اوجه نقطه مهمه جدا، احنا في المناقشات قلنا ان احنا كلنا مع اتجاه الدوله، ولكن اهم اتجاه للدوله، الدوله عايزه فعلا ان احنا زينا زي الدول العالميه كلها ان احنا استئناف النشاط، ما ينفعش البلد بحجم مصر ما يكونش فيها نشاط رياضي، فالنشاط الرياضي هيرجع
ولكن يرجع بأي آلية لا، دي مش مسؤولية الدولة ولا مسؤولية أي حد مسؤول في الدولة، دي مسؤولية الاتحادات. هم طبعا يعني وافقوا على المبدأ اللي هو إن فعلا هو دي التوصية، إن النشاط يعود يعني اتجاه دولة، وكلنا مع هذا الاتجاه، لأن مصر بدأت تستحق فعلا إنها يعني تبقى زيها زي كل الدول الكبيرة اللي رجعت النشاط. الآلية احنا مختلفين لغاية دلوقتي، في ناس بتقول يرجع الدوري، وفي ناس بتقول لا الدوري ده هيبقى فيه ليه عيوب كتيرة جدا، وممكن يعرض كرة القدم المصرية لخسائر كبيرة جدا السنة دي والسنة الجاية. يعني مش ممكن نخسر السنة دي بسبب الأحداث، لا ده السنة الجاية كمان ممكن يبقى فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا، الدوري السنة الجاية يتعرض لبعض الهزات اللي هي تبقى من ضمن الحاجات برضو عشان ننساش، ان احنا ناقشنا ان في مظلمة عند الأندية اللي هي تم إقصائها، او الأندية اللي هو تم رفع أساميها من الجمعية العمومية. احنا طبعا بنقول احنا مش عارفين من غير حاجة واحدة، لما نرفع المظلمة دي لجنة اللجنة المنصفة، احنا مطلوب ان نرد على الأندية اللي هي ومراكز الشباب اللي هي تشاز بمنتهى الشفافية، تقول لهم الموقف القانوني اللي على أساسه الشباب كان ايه، وان ده بيتوافق مع اللوائح الاساسيه للفيفا. بالاضافه طلبنا برضو ان هو لو ثبت ان دي تتوافق مع اللوائح الخاصه بالفيفا، يبقى من باب مهم جدا ان نطلب من اللجنه الخماسيه واتحاد الكوره سواء الموجود حاليا او الجاي مع وزاره الشباب والرياضه، ان يتم تعويض هذه الانديه. الانديه دي يا جماعه انديه مراكز الشباب طلعت مئات النجوم لمصر، فما ينفعش النهارده بعد السنين دي كلها ان من غير ما يعرف ليه يلاقي نفسه بره المنظومه حسب ما هم فاهمين. فطلبنا ان توضيح وضحوا للناس يا جماعه ايه الموقف بالنسبه للناحيه القانونيه، وايه الموقف بالنسبه هتعملوا لهم ايه تعويضا عن هذا اتفق جميع الانديه على تطبيق مبدا عدم الاضرار بمصالح الانديه التي تنافست على الصداره والأندية التي تسارع لعدم الهبوط في الموسم المتوقف، وذلك لأن المسابقة قد شابها العديد من المشاكل والأزمات، واتفقت اللجنة على عقد اجتماع آخر مع جميع الأندية في القسم الثاني لمناقشة قرار جماعي يوم الاثنين القادم. يعني احنا قلنا لهم